first off, it's great to be back. يسعدنا جدا أن أكون هنا مرة أخرى في بغداد والاستمرار بهذه العلاقة الوثيقة والوطيدة مع القوات الأمنية العراقية. ونحن فخورين جدا بالقوات الأمنية العراقية وبالأخص عملياتهم العسكرية الأخيرة خلال 24 ساعة الماضية قاموا بها في الأراضي السورية. وهذه جهود استثنائية تقوم بها القوات الأمنية العراقية في جهودها المضنية في حربها ضد داعش، وكذلك تعبيرا عن مهنيتها العالية وإمكانيتها العالية. نحن فخورين وداعمين جدا للقوات الجوية العراقية والجيش العراقي لأدائهم ومهنيتهم بهذا الصدد، وبالإضافة إلى كل هذه العمليات العسكرية الناجحة والناجعة التي قامت بها القوات الأمنية العراقية ضد داعش، فهم أيضا يقومون بحماية وتأمين البلد والمراكز الانتخابية في هذه المرحلة، ولدينا ثقة عالية جدا بأنهم سوف يكونوا ناجحين جدا في مسعاهم هذا. Thank you.